الضريبة الوردية هو مصطلح بالعادة يتم استخدامه للفرق بالأسعار على المنتج نفسه يلي بيستهدف النساء مقابل الرجال. فبنشوف إسراء بالأسواق إنه في عندك منتجات مشابهة بالمواصفات تستهدف النساء بألوان معينة، ولذلك دائما ليش ربط المصطلح في مصطلح الضريبة الوردية أو البينك تاكس، لأنه من اسم البينك هو تستهدف النساء بالعادة، وبنلاقي فيه فروقات بالأسعار غير مبررة، وهي ضريبة غير رسمية، يعني ضريبة لا تعود أرباحها متعارف عليها يعني بين أصحاب المتاجر أصحاب هذه المنتجات، أم أنها يعني متعارف عليها من ناحية الأعمال يعني المستثمرين؟ شوفي، هي متعارف عليها، هلأ صار بوضع أنه حتى عم بيعملوا عليها awareness بالعالم كلياته، ليصير في عندك القدرة على اتخاذ القرار المناسب، أنك تعرف أنه الشركات عم تستخدم تكنيكات معينة للتسويق ورفع الأسعار غير مبررة على منتجات معينة. فلذلك ممكن تروحي على السوق وتلاقي نفس المنتج في نفس المواصفات، ولكن يختلف اللون أو يختلف الأشخاص المستهدفة له، بتلاقي واحد مستهدف للنساء، وحتى في دراسة بـ 2015 عملت بيقولوا لك حتى للأعمار الأصغر، يعني حتى بتلاقي إذا واحد عنده ولد وبنت بالبيت بده يروح يشتري لهم لعبة، رح ينتبه إنه الألعاب المشابهة جدا بالمواصفات تحمل نفس المواصفات، لونها أزرق أو بتستهدف الرجال أو الأطفال، بتكون أرخص من المستهدفة للنساء أو للبنات الصغار بالعمر. فلذلك حتى بالعائلات بتلاقي فيه انتباه لأنه في فرق بالأسعار. وشو سبب هذا الفرق بالأسعار؟ هذا فرق غير مبرر، هذا فرق نوع من الماركتينج تكنيكس اللي بيستخدموها للتسويق، حيلة تسويقية، وبالعادة ينصح بأنه الناس لازم تنتبه عليها.